كمان على زوم، ماشي؟ يبقى معانا التسجيل هنا وهنا. نبدأ بقى إن شاء الله. قلنا دلوقتي يا باشمهندسين إن إحنا شغالين على التجربة الأولى اللي هي البنش الهيدروليكي، وقلنا إن البنش الهيدروليكي بالشكل اللي هو قدامنا مكوناته كالتالي. عندي في الأسفل عند إشارة السهم كده في خزان للمية، خزان أرضي للمية. ازاي مفيش صورة؟ نعم، احنا هنشتغل بقى ومتسجلة، واللي مش هيشوفها بقى يشتغل على الناحية التانية. فاحنا قلنا في هنا طلمبة ناحية الشمال بتاخد المية وتدفعها لأعلى البنش الهيدروليكي. عشان اتحكم في التصرف عندي محبس، المحبس واضح. طبعا انتوا عارفين طالما عندي طلمبة يبقى لازم يكون عندي مصدر للكهرباء، مصدر للكهرباء. فعندي فيشه اهيت وعندي مفتاح للتشغيل، مفتاح كهربي للتشغيل، ان انا اشغل الطلمبة. لما تشتغل الطلمبة تسحب المية من الخزان السفلي دوت، ها، وتدفعه الى اعلى. مظبوط كده؟ يبقى انا عندي مفتاح للتحكم الكهربي، عندي مفتاح للتحكم في التصرف، والطلمبة بتقوم بدفع المية من الخزان السفلي الى اعلى. طبعا الحكاية دي في المعمل هنشيلها، ليه؟ احنا مش عايزين المية تطلع لاعلى كده بره الايه الخزان. هتلاقي ان المية هتمشي في الخزان العلوي افقي اللي هو باللون الايه المنجاوي دوت. فالمية هتتحرك في الايه التشانل ديت في المجرى ده اهي، ولما تتحرك تيجي في الاخر خالص تنزل في الخزان العلوي ده. الخزان العلوي دوت هو اللي هنشتغل عليه، وهنشوف هنشتغل عليه ازاي. اذا قلنا اول حاجة الفايدة بتاعت الجهاز دوت هو عايزين نقيس التصرف، جهاز لقياس التصرف. يبقى فايدة البنش الهيدروليكي ان احنا جهاز عايزين نقيس منه الايه التصرف، واحنا عارفين التصرف اللي هو معدل الحجم الكيو تساوي في على تي، حجم على زمن. وكمان حاجة برضو بتفيدنا من البنش الهيدروليكي ان انا ممكن اجري عليه تجارب مختلفة، يعني اشغل عليه تجارب مختلفة، يبقى جهاز لاجراء التجارب الاخرى. عايز اعمل اي تجربة استخدم البنش الايه الهيدروليكي، يبقى وظيفته جهاز لقياس التصرف واجراء الايه التجارب. وزي ما قلنا مكوناته، ده مفتاح التشغيل، ده محبس التحكم في التصرف، وبعد كده جنبهم ده جهاز تجميع الحجم اللي احنا قلنا عليه اللي هو هنجمع فيه الحجم. وهنا بقى جنبهم، جنب مفتاح التشغيل وجنب المحبس، عندي أنبوبة زجاجية، ها، رأسية. الأنبوب ده بيقيس لي الحجم، بيقيس لي الحجم. يبقى أنا هقيس أول حاجة في التصرف اللي هو البسط، إزاي أقيس الإيه الحجم. فهنشوف دلوقتي إحنا إزاي هنشتغل في البنش الهيدروليكي. أول حاجة طبعا بركب الفيشة في الكهرباء، بعد كده ببتدي أفتح المحبس بتاعي فتحة محددة، لا أنا فاتح خالص ولا أنا قافل خالص، فتحة متوسطة. بعد كده ببتدي اشغل الايه مفتاح التشغيل، اشغل الكهرباء، الطلمبة هتاخد الميه من الخزان السفلي تطلعه في الخزان العلوي، وهتترمي الميه هنا في خزان تجميع الحجم، هتترمي الميه تيجي هنا. الخزان ده
مفتوح، اللي هو الخزان العلوي ده مفتوح على الخزان السفلي، يبقى الميه هتنزل من الخزان العلوي ده للخزان الايه؟ السفلي. وبعد كده الطولمبه تسحبه وتدفعه، وبعدين يجي يبقى بيعمل لي دايره مغلقه، دايره مقفوله. تمام تمام ده عشان اجري اي تجربه لازم استفيد بحته الدايره الايه؟ المقفوله ديت، بحيث ان انا بجري التجربه وبعمل التجربه بتاعتي ومتحكم في الميه، ما برميهاش في الصرف. يبقى كميه الميه اللي عندي اللي انا بشتغل بيها ثابته. ابصوا معايا، انا هشتغل لا ليا دعوه باللي فاتح مايك ولا اللي قافل مايك ولا اللي شغال مش عارف يفتح ميتنج. يا جماعه طب وانا اعمل انا ايه يعني؟ اعمل ايه؟ مش انتوا اللي عايزين تشتغلوا اونلاين؟ مش انتوا اللي عايزين تشتغلوا اونلاين وكل طالب في بيته حاطط رجل على رجل ويقرف ال 300 وال 500؟ انتوا اللي مختارين. ما انا هقفل المايك يبقى هرجع تاني المحاضره من الاول. ماشي. ف زي ما بنقول ان احنا دلوقتي الدايره بتاعتي بقت دايره مغلقه. الدايره المغلقه بتاعتي ديت ان الميه بتتسحب من الخزان السفلي بترتفع لاعلى، تمشي افقي، بعدين تروح لخزان التجميع، من خزان التجميع تنزل للخزان الايه؟ السفلي. خزان التجميع ده الخزان العلوي، وتنزل للخزان السفلي، ويبقى كده انا عملت دايره مغلقه ان انا اجري التجارب بتاعتي. لكن احنا بقى عايزين نشوف الوظيفه الاولى الاساسيه اللي هي جهاز لقياس التصرف. طب عشان اقيس التصرف يبقى لازم اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها بعد ما اشغل الميه انتظر شويه عشان الميه تثبت، كميه الميه اللي بتندفع تبقى ثابته، اللي هي زي ما قلنا حاله ايه؟ حاله الاستيدي فلو، حالة الجريان المستقر، حالة التصرف الثابت. فلما اضمن الحالة بتاعتي دهيت اللي هي بتاعت ان التصرف عندي ثابت، في الحالة دي بس ممكن اروح لخزان التجميع العلوي واروح سادد الفتحة اللي بينه وبين الخزان الايه؟ السفلي. في الحالة دي ساعة ما هقفل الفتحة اللي هي بتنزل الميه من الخزان العلوي للخزان السفلي هتبتدي الميه ايه؟ تتجمع. طيب لما الميه تتجمع هيحصل لها ايه؟ هتبتدي الانبوب ده واصل بالخزان بتاع التجميع. كل ما الميه تعلى في خزان التجميع تظهر لي هنا في الانبوب الزجاجي دوت ان الميه عماله ايه؟ عماله بتعلى. اذا الانبوب بتاع قياس الحجم ده هو انبوب متصل بخزان التجميع، وبنظريه ان السطح بتاعي الحر يبقى افقي اللي هو مستوى تساوي الضغوط، فيبقى الميه مستواها في الخزان العلوي نفس المستوى في انبوب قياس الايه؟ الحجم. مظبوط. طيب احنا هنعرف الحجم ازاي؟ احنا هنعرف الحجم ازاي؟ بصوا معايا، المفروض خزان التجميع دوت مساحة المقطع بتاعه المقطع الأفقي أكيد إيه دلوقتي ثابتة ومساحة معروفة. طيب لو أنا ضربتها في مسافة رأسية يبقى مساحة الفتحة بتاعت الخزان، مساحة الخزان العلوي ده لو ضربته في ارتفاع معين يديني الحجم. فهنا هيبقى الانبوب ده مدرج وبيقيس لي ايه؟ هو بيقيس لي الارتفاع بتاع الميه مضروب في المساحه بتاعت الايه؟ المساحه الافقيه بتاعت الخزان، فهيديني الحجم. يعني عند بدايه التخزين عند سطح معين هيبقى الحجم بتاعي بصفر، بعد شوية يبقى الحجم مثلا يعني 1000 سنتيمتر مكعب يعني لتر، بعد يعلى يبقى 2 لتر،
5 لتر، 12 لتر، 15 لتر، 12 لتر، 18 لتر، 20 لتر، 22 لتر، 25 لتر. يبقى هنا القياس بتاعي، أي نعم هو مسافة رأسية، لكن هو مضروب في المساحة هنا، فبيديني هنا الإيه؟ الحجم. واضح كده؟ ولا في أي استفسار في الكلام اللي إحنا بنقوله في وصف البنش الهيدروليكي وكيفية تشغيله؟ ها؟ أي أسئلة أو أي استفسارات؟ نعم. نعم. ما انا شغال، الزوم شغال. اقبله منين؟ ما فيش عندي حد طالب ان انا اقبله. حاضر يا حبيبي، نقبله. ماشي. بس انا بقى هقعد اشتغل في ال خلاص يا باشمهندس، وانا هسيب الشاشه بتاعت اي حد يظهر قدامي اقبله. طيب زي ما قلنا بقى، حد عايز اي استفسار في وصف البنش الهيدروليكي وكيفيه تشغيله؟ تمام. لو سمحت يا دكتور، تاني من اول ما بنقفل المحبس كده تاني. بنقفل المحبس؟ احنا ما بنقفلش المحبس، احنا ما بنقفلش المحبس. انا بقى هعيد التشغيل تاني. اول حاجه بنوصل الفيشه بالكهرباء، يعني نوصل عشان الطولمبه بتاعتي، اللي انتوا بتسموه الموتور، يعني بيشتغل بالكهرباء، فانا بوصل الكهرباء، او انت هتخش تلاقي الجهاز اصلا واصل بالكهرباء. بعد كده بتفتح المحبس عشان يبقى عندك تصرف معين معايا، والمحبس ده هيتغير طول التجربة. يعني هعمل تجربة، هبقى مثبت المحبس، اخلص تجربتي اروح عامل المحبس مغيره، افتح او اقفل عشان اغير التصرف واعمل كذا تصرف. اذا زي ما بنقول المحبس ده للتحكم في التصرف، ده تشغيل الكهرباء اون واوف. الطولمبه تشتغل، الجهاز يشتغل، اوف اوقف الجهاز بتاعي. ماشي يا باشمهندس. هنا قلنا في انبوب راسي بيقيس لي الحجم اللي متجمع في خزان التجميع العلوي ده. الميه لما تتخزن هنا بتبان هنا معايا، انها متخزنه، واقدر اقرا من هنا الحجم اللي انا ايه؟ الحجم اللي انا خزنته. مظبوط. التشغيل بتاعي ازاي؟ قلنا بفتح المحبس على فتحه محدده، اشغل الكهرباء اللي هو اشغل مفتاح التشغيل، الطلمبه بتسحب الميه من الخزان السفلي تدفعه لهنا. هتلاقي ان الجهاز مفيش الانبوب دوت، هيبقى الميه تندفع افقيه وتروح لخزان التجميع. ساعة ما تروح لخزان التجميع تبتدي المية تنزل للخزان السفلي عن طريق فتحة، ما بين الخزان العلوي والخزان السفلي، كأن بانيو. بانيو له فتحة تحت وبتسرب على ماسورة، هنا خزان علوي وخزان سفلي وبينهم فتحة. لو الفتحة مفتوحة المية اللي في الخزان العلوي تنزل الخزان السفلي، وبعد كده يروح للطلمبة، الطلمبة تدفعه يروح للخزان، ينزل للخزان، ونعمل دايرة مغلقة. في الحالة دي أقدر أجري أي تجربة أنا عايز أعملها على البنش الهيدروليكي. الفايدة التانية إنه هو جهاز لقياس التصرف. قلنا بقى إيه؟ بعد ما بفتح المحبس فتحة معينة وبشغل المفتاح بتاعي بتاع الكهرباء، بنتظر في الجهاز شوية، بنتظر لحد المية ما تثبت، لحد المية ما أحس إن التصرف بقى ثابت. وبعد لما بحس إن التصرف ثابت ببتدي أروح لخزان التجميع وأقفل الفتحة اللي بينه وبين الخزان السفلي.
لما بقفل الفتحه ما بينهم تبتدي الميه هنا ايه ترتفع. لما الميه بص ولا تهريج ولا حاجة، ولا تهريج ولا حاجة، بصوا معايا، أنا هستمر في المحاضرة، هستمر في المحاضرة، لكن أنا بس عايز أنتوا كدفعة تحكموا على نفسكم وتعملوا أنتوا الفيدباك بتاعكم. أنتوا لا يصلح معكم لا أونلاين ولا يصلح معاكم التحضر. أيوه أنت مالكش دعوة، بس ما هو كل شوية بيطلع اتنين من الدفعة، اتنين من الدفعة، تلاتة من الدفعة، أربعة من الدفعة. انا دلوقتي هشتغل على تيمز ولا اشتغل على زوم ولا اشوف اللي هو قاعد بيتكلم لي على برشلونه وهيغير مش عارف مين وبتاع مين. يا عم ما تروح تتفرج على الماتش، حد هو حد زنقك ان انت تفتح؟ ما فيش غياب. نعم يا سيدي، وانا خدتك بذنب حد؟ انا خدت ذنب يا ابني؟ انا بقول لك انت عشان انت تحكم على زمايلك، انت تحكم على زمايلك. انا مش ايوه يا بقى ايوه يا باشمهندس، انا عمري ما هاخدك بذنبه، انا عمري ما هاخدك بذنبه. لا تزر وازره وزر اخرى. انا ايوه يا سيدي، ما انا قلت ايه قول يا سيدي. انت عارف يعني ايه الفيدباك؟ طيب الاول الفيدباك يعني التغذيه المرتجعه دي يعني ايه؟ يعني بحكمك انت على زمايلك. في ناس لا لها انها تبقى اونلاين ولا عايز يسمع ولا عايز يعمل اي. يا عم ما فيش غياب، انا ما باخدش غياب. معايا؟ على راسي يا دكتور، كلام حضرتك مظبوط. انا بس بوضح لحضرتك والله ان هو مش الدفعه كلها، ده بيبقى يا سيدي. ما انا عارف والله يا عم، يا عم ما انا عارف. وانا بقول لك احنا عايز نقول لك ايه، 40 سنه 40 سنه تدريس، فاحنا عارفين. الله يكرمك ويخليك، الله يكرمك ويخليك. مفيش مشكله يعني. هو يعني لو هو عايز كمان يعني نكلمه ببرشلونه ونكلمه مش عارف في ليفربول وكلام من ده، ويجي بس يقعد كده معانا وينبسط، نتكلم بس في البنش الهيدروليك، وبعد ما نخلص نتكلم في برشلونه ان شاء الله. عرفنا خلاص دلوقتي، عشان احسب الحجم بتاعي، عشان اقيس الحجم بتاعي، فلازم اقفل الفتحه ما بين خزان التجميع العلوي وخزان التجميع الايه السفلي، وهقرا الانبوبه دي، بنسميها انبوبه بايزومتريه، فهقرا فيها. هو متدرج عندي التدريج ومكتوب عليه الحجم، يعني انت هتقرا حاجه مكتوب عليها الحجم، 5 لتر، 6 لتر، 7 لتر، 8 لتر، 9 لتر، 10 لتر، مكتوب عليها، انت هتقرا الحجم، وانا هقول لك دلوقتي هتعمل التجربه ازاي. بس انا عايز اوصل معاك في الحاجات العمليه ديت، ان انت تبقى واخد بالك من ايه؟ بتبقى واخد بالك ازاي انت بتقرا انبوب راسي ويقول لك 5 لتر. ايوه يا حبيبي، هو بيقرا مسافه راسيه، اي نعم، لكن هو الاصل كمان مضروب في الايه؟ في مساحة خزان التجميعي. فلما بنضرب مسافة رأسية في مقطع أفقي يديني الايه الحجم. عشان كده الأنبوب ده بيقرأ ايه؟ بيقرأ حجم، زي الأنابيب اللي احنا بنقول عليها أنابيب القياس المتدرجة اللي كنت بتاخدها في الفيزياء والحاجات دي، يقرأ لك ايه؟ زي مثلا يعني اللي هو ازازة المية، ارتفاعها كده بيبقى كذا، ومقطعها بس مقطعها متغير وبتاع، يبقى في الآخر هي تبقى لتر، لو راحت عند النص يبقى نص لتر، لو راحت عند الربع يبقى ربع لتر، وهكذا. خلاص يا باشمهندسين، عشان ننقل من الصفحه ديت. ها كده احنا عملنا وصف للبنش الهيدروليكي، ها، وزي ما قلنا التفصيلات بتاعته، وقلنا ان احنا في الانبوب دوت هنقيس الحجم. طب ما احنا عارفين ان التصرف حجم على زمن، يبقى يلزمنا ستوب ووتش، كلكم معاكم ستوب ووتش، محدش يروح المعمل ويطلب ستوب ووتش. الموبايلات كلها فيها ستوب ووتش، الساعات الرقميه كلها فيها ستوب ايه ووتش. يبقى انت
تتعلم وتتعود ازاي تشغل الايه الساعه بتاعتك الستوب ووتش. طب انا لو جمعت حجم معين في زمن معين يبقى انا قست التصرف. يعني انا لو جمعت حجم ومحدد الحجم ده وشفت الحجم دوت بيتجمع لي في زمن قد ايه، اقسم الحجم على الزمن يديني التصرف. خلصت التجربه. يعني نبتدي بقى فيها واحده ايه، واحده واحده، ازاي احنا هنقيس الايه الشغل بتاعنا. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى احنا طبعا كبرت لك اهو عشان اللي ما كانش شايف الحته دهيت، ها او قدامه واضحه، ده مفتاح التشغيل الكهربي اللي انت ايه هتشغل منه الايه البنش الهيدروليكي، ده المحبس اللي هتتحكم بيه في التصرف اللي عندك، ده الانبوب بتاع الايه القياس، قياس الايه هيقيس الحجم. هيقيس الحجم امتى؟ لما هتقفل الفتحه ما بين الخزان العلوي والخزان الايه السفلي. تعالوا نشوف التجربه رقم واحد هنشغلها ازاي. التجربه رقم واحد، خلي بالكم، ركز بقى معايا قوي، هنفتح المحبس، هنشغل الايه الكهرباء، هيفضل الجهاز يدفع الميه في دايره مغلقه لحد وقت دقيقه اتنين اطمئن ان الفلو اصبح ستيدي. بعد كده يا باش مهندسين، بعد كده هقفل الفتحه ما بين ايه، ما بين الخزان العلوي والخزان السفلي، عشان ايه؟ عشان اقيس الحجم. فانا هفترض ان الحجم في واحد اللي انا هقيسه ده 5000 سنتيمتر مكعب، يعني 5 لتر. واضح يا باشمهندسين؟ 5 ايه لتر. يبقى انا هبدا القياس بتاعي من 5 لتر، وهينتهي القياس بتاعي عند 10 لتر. يبقى انا كده هقيس كام يا باشمهندسين؟ هقيس كام كده؟ يبقى انا هقيس الفرق بينهم، هقيس 5 لتر. 5000 سنتيمتر مكعب يا ابني، مش 5000 لتر، احنا هنا بالسنتيمتر مكعب. يبقى بصوا معايا، دي مهمه قوي قوي، ده هي دي التجربه بقى بتاعتنا. يبقى انا عندي الحجم، هستنى الحجم هنا لحد ما يقرا كام؟ 5 لتر، واشغل الستوب ووتش. بعد كده اعمل ايه؟ هستنى لحد ما يوصل 10 لتر واوقف الستوب ايه ووتش. اذا قبل ما اجري التجربه انا باخد قراري، باخد قراري هبدا من حجم كام وهنتهي لحجم كام. اهو بصوا بقى معايا هنا كده، هروح بقى للانبوب كده اهو، الانبوب بتاعي اهو، ها ادي الانبوب بتاعي، واقول ان شاء الله تعالى انا عيني على الحجم في واحد، وباذن الله هسيبه لحد ما يوصل للحجم كام، في اتنين، وهقيس الزمن ما بين في واحد وفي ايه اتنين. ركزوا معايا قوي وبصوا على الشاشه كويس، اهو ابتدت الميه تطلع معايا، اظن واضحه اهي. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا قلت في قراري ان انا هاخد من 5 لتر ل 10 لتر، فروحت قفلت الايه الفتحه اللي ما بين الخزان العلوي والخزان السفلي، ابتدت الميه تطلع معايا، اهو طلعت الميه، اشوف انا بعيدها اكتر من مره، اهي تبتدي الميه تطلع. خلي بالك اول ما توصل لخمسة لتر شغل الستوب ووتش بتاعك عشان يديك زمن كام؟ زمن صفر. انا هعملها لك بقى بعد كده على السريع. واضح يا باشمهندسين؟ اهو تاني تاني تاني، انا واخد قراري من الاول ان الحجم بتاعي في واحد هينتقل من 5 لتر ل 10 لتر، يبقى عندي في واحد هيبقى عندي 5، وفي 2 عند 10. خلاص بروح فاتح المحبس بتاعي، اروح مشغل الايه الكهرباء لحد الميه ما يحصل لها استقرار، ستيدي فلو،
اروح قافل الفتحه ما بين الاثنين، ابتدي عيني على الميه وهي طالعه، اول ما توصل خمسه اروح ايه مشغل الستوب ووتش على، طبعا بدات التشغيل بتاعها لحد ما تتملأ في اتنين، اروح مشغل الستوب ووتش. خدتك عز راحت وماما لسه ماشي من شويه والرجاله رايحين ماشي ما هي ده العوز. والله العظيم ما قلتوش ل هي ده اللي ساعتين اهو بتعيط يعني احنا طب الله يخليها يلا يعني ينفع كده يا جماعه؟ طيب خلاص يا باشمهندسين، خلاص يا باشمهندسين، يبقى انا خدت قراري هشتغل من 5 لتر ل 10 لتر، قفلت المحبس ابتدت الميه تطلع، اول ما تيجي عند 5 لتر اروح قافل شغل الزمن، ساعه ما توصل ل 10 لتر اروح قايس الزمن، بقى ده ايه؟ تي 1، اروح مسجل التي 1 في الجدول عندي. اذا انا دلوقتي ببساطه شديده جدا جدا عندي في 2 ناقص في 1 يديني الحجم على تي 1 يديني التصرف. خلاص يا باشمهندسين انا كده قست الايه؟ التصرف. فيها حاجه دي يا باشمهندسين؟ نعيد تاني ولا واضحه؟ ها واضحه دي؟ طيب تمام واضحه واضحه. يبقى انا بقى هبتدي اروح عامل ايه؟ هعمل التجربه الثانيه، وبعدين اعمل التجربه الثالثه، وبعدين اعمل التجربه الرابعه، وبعدين اعمل التجربه الخامسه. كل تجربه انا واخد قرار الفي 1 كام؟ الفي 2 كام؟ الفي 1 كام؟ الفي 2 كام؟ الفي 1 كام؟ الفي 2 كام؟ يبقى انا واخد قراري دائما وابدا. يعني مثلا انت ممكن تاخد القياسات اللي انا عاملها ديت وتشتغل عليها ما فيهاش اي مشكله، ها، ان انا دايما هبتدي من كام؟ من 5000. يعني زي ما انا عملت التجربه المره اللي فاتت من 5 لتر ل 10 لتر وقست تي 1، صح؟ ممكن واحد بقى يقول ايه؟ طب خلاص اروح انا بقى شايل الفتحه وابدا من جديد خالص، كان ايه؟ هبدا التجربه من جديد، بس هبدا من 5 لتر لكام؟ من 5 لتر لكام؟ ل 15، وخلاص كده التجربه وانهيها واقفلها. وبعد كده بس خلي بالك اوعى تقرب ناحيه المحبس، اوعى تقرب ناحيه المحبس، هي فتحه واحده هو تصرف واحد فقط لا غير، وهتعمل التجربه 5 مرات على تصرف واحد فقط لا غير. ماشي يا باشمهندسين؟ فدي القياسات بتاعتنا اللي احنا خدناها. تعالوا بقى نشوف في كل تجربه، في كل تجربه احنا كنا بنقيس ايه؟ في 1 اللي هو الخمسه، دي التجربه رقم 2 اهو، من 5 لتر ل 15 لتر. برجع تاني واخد قراري الفي 1 5، الفي 2 15، هيبتدي الميه تطلع لحد 5، اروح مشغل الزمن بتاعي. هنا هتعلى لحد كام بقى؟ اعلى تعلى لحد لحد 15، واروح واخد الزمن تي 2، يبقى دي التجربه رقم 2. خلاص؟ خلاص كده يا باشمهندسين؟ يبقى في الحاله ديت انا بعيد التجربه اكتر من مره، بعيد التجربه اكتر من مره. بعد كده كل التجارب الخمسه بتاعتي، التجارب الخمسه بتاعتي انا عارف الفرق في 2 ناقص في 1، كان هنا 5 لتر، كان هنا 10 لتر، 15 لتر، 20 لتر، 25 لتر. عندي الزمن معروف تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4. بجيب انا بقى التصرف في 2 ناقص في 1 على تي 1، في 2 ناقص في 1 على تي 2، وهكذا، اللي هو التصرف اللي عندي. خلي بالكم انا عامل فتحه واحده، اذا التصرف عندي 1، بس هنا بقى نتيجه عدم الدقه في القياس ونتيجة التدخلات البشرية في القياس ودقة كل واحد، هتلاقي انه الخمس تجارب ما بيطلعوش زي بعض،
بينهم فروقات. طبعا المفروض فروقات طفيفه. انت بقى عايز تجيب التصرف اللي هو اوحد، هتروح جامع الخمس تصرفات وتقسمهم على خمسه، ويبقى كده خلصت الايه التجربه. تمام يا باشمهندسين؟ التجربه ديت هي اللي هيعملها كل طالب بنفسه. يعني كل طالب هيخش على الجهاز هيعمل كل اللي انا قلته، ويبقى مجهز الكراسه بتاعته بالحسابات بتاعته، ويقيس الكلام دوت، وفي الاخر يقول لنا المتوسط الحسابي بتاع التصرف بتاع التجربه الوحيده اللي عملها ده طلع كام. مظبوط يا باشمهندسين؟ عايز تاخد نفس الحجوم اللي انا كاتبها خدها، عايز تاخد حجوم مختلفه خد، مفيش اي مشكله. نعم. المطلوب تاني يعني انا ادخل بالجدول مليان، ولا انا يعني هعمل التجربه عملي واملى الجدول منها، ولا اعمل ايه؟ والله جد؟ يعني انت والله جد؟ يا ابني ما هو انت بقى، يبقى انت مش مركز معايا. مركز معايا ازاي يا باشمهندس؟ ايوه يا باشمهندس، بص يا باشمهندس، ما اللي ما بيركزش من الاول يبقى بيجيبنا نرجعنا تاني خالص. يا باشمهندس انا هعمل اول تجربه اهو، اول تجربه في بيانات مكتوبه قدامك. يبقى انت هتخش ببيانات مكتوبه. ممكن تخش بيانات مكتوبه. ازاي بقى؟ مش انا قلت انت اللي هتاخد قرارك بالحجم الاول، انه انت هتاخد خمسه. ما في واحد هيقول لي لا انا مش عايز الخمسه ديت ما تعجبنيش، انا هاخد 2 لتر يعني 2000، واحد تاني هياخد 3000، واحد ياخد 4000، واحد ياخد 5000، واحد ياخد 6000. هو لازم الدفعه كلها تعمل 5000؟ فانا بقول لك حتى لو الدفعه كلها عملت 5000 ما فيش مشكله، اذا ده القرار الاولاني بتاع الحجم في واحد، صح؟ القرار بتاع الحجم في 2 10000، واحد بياخده 8000، واحد مستعجل عايز زمن قليل، واحد هيخليه 12000. انت برضو صاحب القرار معايا يا باشمهندس؟ يبقى 5000 اللي هو 5 لتر و10 لتر ده قرار مين؟ حلو، اهو هنحطه بقى على الجهاز هنا ونبقى عارفين انه قرارك. يبقى في واحد وفي اتنين دول قرارك. انا عامل لك مثال 5 لتر و10 لتر، صح كده؟ تمام يا باشمهندس، خلي بالك وركز معايا قوي. احنا كلنا ممكن نتوحد في الايه في التجربه رقم واحد 5 لتر و10 لتر. اذا عند اشاره بخمسه لتر هبدا الايه الستوب ووتش تشتغل، اشغلها. عند ما توصل في 2 هوقف الستوب ووتش، اطلع الزمن بتاعي. ماشي يا باشمهندس؟ ركز يا حبيبي. بص معايا، عند في واحد اهو، بص اول ما هيجي خمسه اهو هبدا الستوب ووتش، الميه بتعلى عادي اهو. عند في 2 هاخد الزمن تي 1. انا قست ايه بقى دلوقتي يا باشمهندس؟ انا خدت قرار ب 5 لتر و10 لتر، انما انا قست تي 1، صح؟ عمري ما تي 1 هتطلع واحده للدفعه كلها، صح؟ ليه؟ عشان فتحه المحبس. في بقى كام احتمال لفتحة المحبس؟ عدد لا نهائي. إذن حتى لو احنا خدنا القرار بخمسة لتر عشرة لتر، في حاجة هتتقاس على الطبيعة اللي هو الزمن، فهو ده اللي هيديني التصرف اللي هو مش زي بعضه، مش كده ولا ايه؟ يعني في واحد هيروح داخل وياخد تجربه زميله. ازاي تاخد تجربه زميلك؟ يعني ازاي هو طلع 20 ثانيه وانت طلعت 20 ثانيه وفتحه محبسك غير فتحه محبسه؟ واضح يا مهندس؟ يبقى انت واخد قرارك ب 5 لتر و10 لتر في التجربه رقم واحد،
هيديك الزمن تي واحد. بعد كده قلنا ايه؟ بعد كده قلنا هنعمل التجربة رقم اتنين، مظبوط؟ التجربة رقم اتنين هاخد قراري بايه؟ بفي واحد وفي اتنين. تجربة رقم تلاتة بفي واحد وفي اتنين. تجربة رقم اربعة بفي واحد وفي اتنين. تجربة خمسة بفي واحد وفي اتنين. كل القرارات اللي متاخدة ديت، حتى شوف انا عمال بعملها لك، اي قراراتك انت، قراراتك انت معايا. لو الدفعة كلها خدت القرار اللي موجود على اللوحة ماشي، ما فيهاش مشكلة. لكن خلي بالك، في واحد وفي ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة، هي دي اللي هتحدد لي التصرف. هو ده الزمن اللي أنا بحسبه التجربة، هو ده الزمن اللي هو على حسب فتحة المحبس. هل المية سريعة تتجمع بسرعة؟ يبقى الزمن إيه؟ قليل. هل التصرف ضعيف؟ هيديني زمن طويل على ما يجمع المية. وضحت الفكرة؟ فأنا قلت لك، أنا قلت لك وتسهيلا لكم، لو أنتوا كنتوا عايزين تدخل، عايز تدخل 5 لتر 10 لتر 5 لتر 15 لتر 5 لتر 20 لتر، خدت الكلام ده كله؟ اتهات كلها تبقى اللي فاتحه الايه؟ المحبس، صح؟ يعني الدفعه لو كلها الخانه الاولى والثانيه زي بعض، الخانه الثالثه ما تبقاش زي بعض ابدا. بس يا باشمهندسين، انا بعيد لك التجربه الثانيه اهي، بعيدها ثاني 5 لتر و15 لتر، يبقى انا واخد قراري بالخمسه وال15. هقفل الفتحه ما بين الخزان العلوي والسفلي، هتبتدي الميه تتجمع لحد خمسه، اروح بادئ الزمن، هتعلى الميه. شوف هنا حتى الميه عشان خدنا 15 حتى في الرسمه ايه؟ تمام، اروح قايس تي 2 واروح مسجله. يبقى دايما الستوب ووتش هي اللي بتديني تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. مظبوط يا باشمهندس؟ ماشي يا باشمهندس، يبقى انا عدت الكلام تاني اهو. طيب انا عندي الايه؟ الفي واحد والفي اتنين. انا بجيب الفرق بينهم، لانه الفرق بينهم هو اللي احنا سجلنا له الزمن. وبعد كده عندي تي واحد وتي اتنين وتي تلاته وتي اربعه وتي خمسه. هقسم الفي اتنين ناقص في واحد على ايه؟ تي. هيديني هنا التصرف سنتيمتر مكعب بالثانيه، الزمن بالثانيه. يبقى هنا سنتيمتر مكعب بالثانية، سنتيمتر مكعب بالثانية، هيديني هنا خمس أرقام مختلفة بس الفروقات بينهم قليلة. لو الفروقات كبيرة يبقى مفيش دقة في الشغل، يبقى في تسرع ببدء الستوب ووتش، يبقى في بطء في نهاية القياس، يبقى عينيك مش حلوة في معرفة الخمسة لتر والعشرين لتر. واضح يا باشمهندس؟ طيب جبنا بقى الايه؟ الخمس تصرفات، اروح جامعهم واقسمهم على العدد بتاعهم، يديني المتوسط الحسابي، ويبقى كده انا خلصت التجربه بتاعتي. فاحنا كل مجموعه هتدخل خمسه على البنش الهيدروليكي، يعمل الخمس قراءات بتوعه دول، ويسجل تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 وتي 5 معاه الاله الحاسبه، معاه الموبايل بتاعه، ها، يروح كاتب الكلام دوت ويخلص الايه؟ التجربه وهو واقف. بعد ما بيخلصها ما بتاخدش منه دقيقه او اتنين في العمليه بتاعه الايه؟ الحسابات. ماشي؟ التجربه الثانيه، التجربه الثانيه، التجربه الثانيه ديت تجربه ممكن يشرحها لكم المعيدين، ممكن انتوا تقعدوا تتفرجوا عليها، تجربة حلوة جميلة، بتبين لك الايه؟ الطفو. الطفو ان انا بجيب حاجة كده زي المركب ولها ساري، ساري عالي اهو، هنقول لك الحاجات بتاعته دلوقتي. طيب التجربة بقى هنا في الاساس، في الاساس ايه المطلوب منها؟ المطلوب منها ايجاد البعد البيني عمليا، الميتا سنتر، الميتا سنتر معايا. الام، الام الميتا سنتر دي فين؟ اللي هي كانت فوق الجي، يبقى اتزان مستقر.
عند الجي اتزان متعادل، تحت الجي يبقى اتزان ايه؟ غير مستقر. فده بنعمل بيه اللي هو اتزان جسم طافي. وبالمناسبه بالمناسبه في طلبه كتيره قوي في تعريف البعد البيني، البعد البيني الميتا سنتر. البعد البيني الميتا سنتر معايا. في ناس لما بتيجي تعرفه يقول لك هو نقطة التقاء الجسم قبل الدوران وبعد الدوران. جسم ايه اللي قبل الدوران وجسم ايه اللي بعد الدوران؟ معايا؟ باشمهندسين؟ مفيش. لما اجي اقول لك البعد البيني هو هتقول فعلا نقطة التقاء المحور الرأسي مع المحور المايل بعد التأثير بعزم دوران على جسم طافي، مش أي جسم، مش أي جسم. البعد البيني ده لجسم أصلا هو طافي، يعني إحنا الأول بنسبة إنه طافي وبعدين بنعمل اتزان الأجسام الطافية. فده مهم قوي قوي في التعريف، لأنه التعريف بيجي كتير وبيغر كتير وبيرد تروح الدرجة كده من غير ما تبقى واخد إيه بالك. إذن احنا بنتكلم على ايجاد البعد البيني عمليا لجسم طافي. الجسم الطافي اهو موجود قدامكم، هو عبارة عن حاجة كده اهو متوازي مستطيلات ومفرغ، هو ده الجسم الطافي على فكرة. باقي التجهيز دوت عشان الدراسة بتاعتنا، الدراسة ايه بتاعتنا. المكونات بتاعتنا زي ما بنقول اهوت، ده الجسم اللي هيطفو من مادة بلاستيكية. بعد كده عندي ده تدريج، تدريج تدريج افقي اهو، دي مسطرة متدرجة هتوضح ونجيب لها صورة واضحة. بس خلي بالك التدريج بتاعي بيبدأ من النص، صفر صفر، وبعد كده سنتي اتنين تلاتة اربعة ناحية اليمين، وصفر سنتي اتنين تلاتة اربعة خمسة ناحية الشمال. يعني في تدريج ناحية اليمين وتدريج ناحية الشمال، الاتنين يبدأوا منين؟ من نفس الصفر، والصفر اللي هو في النص بالظبط عند الساري. ماشي يا باشمهندسين؟ وكمان هنا عندي ماسورة معدنية حديدية اهي، زي الايه؟ زي الجزء ده بيتحرك عليها ثقل، يعني الثقل دوت يروح يمين يروح شمال، يروح يمين يروح شمال، زي ما انا عايز، زي ما انا عايز. طيب والساري، الساري بتاعي ده من المعدن، وفي كابول اهو، الكابول ده متصل بيه حاجه اسمها خيط شغول. خيط شغول، خيط شغول ده اللي هو بنقول عليه الميزان، ميزان اللي هو بيبقى مع البنة. الخيط الشغول دوت اللي هو بيبين لك رأسية الحيطة، بتختبر بيه رأسية الحيطة، رأسية أي حاجة. وخيط شغول ده برضو بيتعمل مع الأجهزة المساحية عشان أبقى متأكد إن الجهاز المساحي بتاعي رأسي. طيب لما أربط أنا الخيط هنا اللي هو خيط شغول، ما هو يروح ويجي كده؟ لا، ده في هنا بقى ايه معاه؟ تقل. في تحت هنا تقل، تقل معدني، والتقل المعدني ده هو اللي يخلي خيط الشغول دائما وابدا راسي. خيط الشغول اذا تثبت كده من فوق وفي تقل تحت، عمره ما ياخد الا الوضع راسي، يبقى دائما وابدا خيط شغول ده ايه؟ خط راسي. مظبوط يا باشمهندسين؟ طيب عرفنا دلوقتي خيط شغول. خيط شغول ده عشان يديني الايه؟ المستوى او دلاله على الخط الراسي. ماشي. التقل ده بقى، التقل ده ايه فايدته؟ التقل ده لو انا حركه شمال او يمين، خلي بالكم بقى ده الكلام ده استراكشر، لو حركته شمال او يمين يبقى ده وزن، ده وزن، لو حركته شمال او يمين يبقى يعمل عزم دوران، هو ده بقى اللي هيعمل عزم الدوران.
وده الكلام اللي احنا بنقول ازاي نقلب الكلام النظري الى كلام ايه؟ عملي. ازاي اثر على جسم طافي بعزم دوران؟ سهلة يا سيد، سهلة. هات حاجة كده معدنية وركب عليها التقل المعدني ده، حركه يمين حركه شمال، يبقى الوزن بتاعه في مسافته اللي هي يبعد عن السنتر يعمل عزم دوران، يبقى هيدور لي الجسم بتاعي بعزم ايه؟ دوران. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى ديت المكونات اللي عندي للجهاز بتاعي اللي انا هعمل عليه الايه؟ ها؟ التجربة بتاعتي. يبقى ادي المكونات بتاعته. ده الجسم اللي انا هحطه في مية عشان يطفو. ده الثقل، الثقل اللي هيعمل لي عزم الايه؟ الدوران. ده خيط شغول. ده مقياس المسافة الأفقية. خلي بالكم ده هيقيس مسافتين. المسافة الأولانية اللي هيقيسها بعد الثقل عن المركز اللي هو الدراع بتاع عزم الدوران. أما وزنه فهو الوزن الصغير ده هيبقى هو القوة اللي هتعمل لي عزم الدوران. ماشي يا باشمهندسين؟ أما المسافة الأفقية التانية اللي هيقيسها لما يجي وقتها هنقولها إن شاء الله تعالى. تعالوا بقى نشوف إحنا هنقيس إيه بالظبط. التجربة بتاعتي، أول حاجة إحنا عارفين أن W يساوي B، الوزن، الوزن بتاع الجسم يساوي قوة التعويم أو الإيه؟ أو الطفو. يبقى أول حاجة لازم أقيسها هي مين؟ الوزن، وزن الجسم. سهلة يا شباب، هنروح نجيب ميزان، وميزان كده حلو حساس وديجيتال، ها؟ وأروح حاطط عليه الإيه؟ أروح حاطط عليه الجسم بتاعي بكامله، كله كله. وطبعًا العداد هيروح قايس لي الإيه؟ الوزن. يبقى أنا جبت وزن الجسم بكامله اللي هو ايه؟ اللي هو W. W. بعد كده، بعد كده عايزين نجيب وزن الثقل اللي هو هيعمل لي ايه بقى؟ اللي هو هيعمل لي عزم الايه؟ عزم الدوران اللي هو ده. هنا كبرنا بقى الايه؟ اهو بقى واضح قوي اهو التقل ده، التقل ده اللي هيعمل لي عزم الدوران بتاعي، والمسطرة بقت واضحة، وخيط شغول اهو بقى واضح قوي قوي. نبعد البتاعة دي خالص عن الايه؟ ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى ده التقل وده المسطرة بتاعتي، واضح اهي انها صفر، وبعدين تدريج كده وتدريج كده، وادي التقل اهو بقى واضح خالص خالص، وادي خيط الايه؟ الشغول بتاعي، وادي الجسم. يبقى انا هاخد المعدن ده هطلعه من الجهاز، ها؟ واعمل ايه بقى؟ واروح برضو نفس الكلام اعمل ايه؟ اوزنه. اروح حاطه على نفس الميزان واوزنه. ده هيبقى الثقل ده W، بس W سمول، صغيره. W سمول. يبقى انا عندي وزن الجهاز بما فيه التقل، وعندي وزن الايه؟ التقل. بعد كده بقى هناخد الجهاز بتاعنا اللي هو الجسم، ونروح ايه؟ بالتقل بتاعه، والتقل يكون عند الصفر، واظبط خيط الشغول يكون راسي، واروح جايب الجهاز، ها؟ واروح جايب اناء، ها؟ واملاه ميه، طبعا موجود الكلام ده في المعمل، نجيب حاجه كده بلاستيك اي حاجه ونملاها ميه، وبعدين نروح حاطين الايه؟ الجهاز لحد ما ايه؟ لحد ما يطفو. مظبوط يا باشمهندسين؟ واضحه ديت؟ واضحه؟ طيب تمام. دي حته بقى للي يحب يستزيد ويعرف اكتر، اللي يحب يستزيد ويعرف اكتر. لو انت في المعمل وحطيت الجهاز بتاعك بهذا الشكل، اكيد هيغطس شويه، هيغطس شويه، صح؟ انت ممكن تقيس الحته اللي ايه؟ اللي غطست دي، تقدر انت تقيسها باي مسطره معاك.
وبعدين انت عندك الطول الخارجي بتاع الجسم وعندك العرض الخارجي بتاع الجسم، يعني مساحة مقطع الجسم، صح؟ لو احنا ضربنا مساحة مقطع الجسم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع ده، تفتكروا هيطلع بيساوي ايه؟ هيطلع ايه؟ الحجم، حجم ايه؟ حجم حجم الجزء الجسم المصمت المغمور. الغاطس. حجم الجسم المغمور، صح؟ حلو، صح. ادي اضافه لكم وفهم للعملي والكلام ده. انا عايز بقى واحد تاني يقول لي اي نعم خلاص الحجم دي اجابه صحيحه، حد يقول لي اجابه تانيه يعتبر ايه؟ قوة التعويم، صح والله، قوة التعويم. ليه يا باشمهندس قوة التعويم؟ لأن لو ضربناها في جاما اللي هي بتاعت المية اللي هي 1 جرام على السنتيمتر مكعب هيديني قوة التعويم اللي هي الأبليفت، صح يا باشمهندس. عايز واحد يقول لي إجابة تالتة. حجم السائل المزاح، حجم السائل المزاح، صح. عايز إجابة رابعة. كلكم عمالين تلفوا وتدوروا. هو وزن الجسم، وزن الجسم اللي انا وزنته حقيقي، وزنته حقيقي على الجهاز اللي بتاع الميزان اللي عندي الرقمي. لو انا جبت الطول في العرض في الارتفاع في جام الميه اللي هي 1، طب لو ما طلعش بقى بيساويه؟ يبقى قانون ارشميدس والكلام اللي احنا قلناه كله كلام هاكس في هاكس، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ها؟ طيب بصوا بقى معايا، لو انا جبت الطول الخارجي في العرض الخارجي في الارتفاع بتاع الجزء المغمور، يعني جبت الحجم وضربته في 1 وما طلعش بقيمه الوزن، خلاص بقى ما طلعش بقيمه الوزن، حد يقدر يقول لي هو بني ادم بيفكر هندسيا ليه ما سووش بعض؟ يعني ممكن يكون ما بيسووش بعض لنتيجة خطأ عندي مش نتيجة خطأ في القانون. حد يعرف يقول الجهاز ده مخروم ودخل مياه جواه؟ لا غلط. لا بص، ما يا باشمهندسين دايما ما ترموش على غيركم، ارمي على نفسك، او انا يعني ارمي على نفسي. بصوا معايا، رقم 1، قد يكون قياساتك غير دقيقة. واحد بيقيس 20 سنتي يجي اللي بعده يقول له لا ده مش 20 سنتي، ده 20 سنتي و2 من 10، صح ولا غلط؟ ده انتوا بتقيسوا بالشبر اصلا، مفيش دقه، مفيش دقه. واحد يقول لك ايه الحته العايمه دي 6 سنتي، يقول له يا ابني ما هي قدامك ايه 6 سنتي و2 من 10، يقول له يا عم 2 من 10 دي هتفرق. تفرق، صح. اذا قد يكون هناك خطا في قياس الابعاد، صح، انما القانون صح. ماشي، في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ في احتمال تاني؟ يا سلام لو طالب يقول الكلام دوت. ها؟ إن خيط شغول ما يبقاش جاي عند الصفر بالظبط، السخل يعني ما يبقاش عند الصفر بالظبط. ملوش علاقة برضه. يعني إلى حد ما، لا بس كلامك صح، كلامك صح. قد يكون الثقل مش عند النص بالظبط. قد يكون الثقل مش عند النص بالظبط. لو هو مش عنده النص بالظبط يبقى خد شغل، بالتالي مش هيبقى رأسي، وكمان هيبقى حاجه، هيبقى الجسم مايل، الجسم هيبقى مايل ارتفاع الناحيه وباطن ارتفاع عند النقطه ديت اللي احنا قسنا في ارتفاع، وعند الاركان الثلاثه في ارتفاع تاني، صح ولا غلط؟ اذا واحد يقول لي لا ده احنا ما نقيسش عمق بتاع الغمر المغمور الجسم المغمور من حته واحده، انا اقيسه من ايه، من كذا حتة واتأكد انه واحد، صح صح، برافو عليك. حاجة كمان ممكن تكون المية يا دكتور، برافو عليك يا باشمهندس، برافو عليك يا باشمهندس، ممكن المية تكون مية مش عند درجة حرارة اللي هي 4 درجة مئوية، وده 1000000%. يبقى جما مش بواحد، ده ممكن حاجة تاني، ده ممكن الميه اللي احنا نزلينها من الحنفيه بتاعه الميه بتاعه طنطا يكون فيها املاح،
يعني مش هو السائل القياسي، مش هي المية العذبة، مش هي جمب واحد. شفتوا يا باشمهندسين العملي غير النظري خالص ازاي؟ بس خلي بالكم كل الكلام اللي انا قلته دوت ها مش هو المقصود من التجربة، لكن احنا بنقول اهو زيادة في المعلومات، زيادة في المعرفة، استغلال العملي على افضل ما يكون الاستغلال. لكن انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب الميتا سنتر، انا عايز الجسم ده يبقى بالوضع اللي موجود قدامي ده، والسخل في النص، وخد شغل رأسي، وبعدين اروح عامل عليه عزم انقلاب يروح الجسم مايل، خد شغل يبقى رأسي برضو، بس الساري هيبقى مايل، هتبقى بينهم زاوية، بينهم زاوية. في الحالة دي اقدر اجيب المسافة بتاعتي اللي هي الميتا سنتر. خلاص فهمنا الكلام ده؟ نبتدي بقى نشوف، نبتدي بقى ندقق في العملية. اهو لما انتوا قلتوا وزمايلكم قالوا ان احنا الجهاز بتاعنا لازم التقل يكون في النص، شايف غيط شغول فين يا باش مهندس؟ شايف غيط شغول فين؟ ها عند الزيرو في النص، وفي تدريج اهو، بقت واضحه الصوره هنا. التدريج 10 ايه دي يا باشمهندسين؟ 10 ايه دي؟ برافو عليك يا باشمهندس، 10 مللي، 10 مللي. ده في طلبه بتيجي في المعمل واقول له دي 10، يقول لي 10 سنتي. 10 سنتي ايه يا جدع؟ هنا الحاجات بالمللي، حتى لو ما كتبش يا جماعه، حتى لو ما كتبش، ما المسافه باينه انها سنتي، سنتي، يبقى دي 10 مللي. خلي بالك بقى التدريج 10 20 30 40، يعني سنتي 2 3 4 كده، والتدريج هنا يعني التقل بقى بتاعك، الثقل ده غير الثقل ده، الثقل ده بتاع خيط الشغول، الثقل ده بتاع عزم الايه الدوران. يبقى انا ممكن احركه على التدريج ده واحدد المسافه اللي انا عايزها، يعني اخد المسافه اكس، اسف المسافه دي، دي اللي انا ايه عايزها. نشوف بقى ازاي احنا حطينا زي ما قلنا الجهاز في المية بتاعتنا وعرفنا التشغيلة بتاعتنا. بصوا بقى، يبقى انا اهو كل خطوة بنعملها بنجيبها بالايه بالحجم ايه بتاعها. بصوا معايا، ادي التقل ابتدى يسيب الايه، ابتدى يسيب الصفر اهو، يبقى انا بحركه عند مثلا سنتي 10 يمين او شمال. المسافة ديت اللي انا بحط التقل عليها عندها يعني بيبقى اسمها دي، يبقى اسمها دي. يبقى خلي بالك انا عندي وزن الجسم دبليو الكبيرة، عندي وزن الثقل اللي هو في ايدي ده دلوقتي وبنحركه اللي هو دبليو صغير، وعندي كمان المسافة اللي هي بتاعة العزم اللي هي دي. دبليو الصغير في دي بيديني عزم الايه؟ عزم الدوران اللي هو عايز يدور الجسم بتاعي. ماشي تمام. انا بقى هنا حطيناه في المية، حركنا التقل، ابتدى الجسم ايه يدور. لما ابتدى الجسم يدور الساري، الساري بقى مايل، خيط شغول بقى افقي، ده كان الوضع زمان وده الوضع حاليا. ولما خيط شغول بقى مايل فبعد عن الصفر، ده الوضع اهو قبل الدوران وده الوضع بعد الدوران. ها يا باشمهندسين، ودي نقطة الالتقاء اللي هي ام. فالمسافة ديت هنقيسها، هنقيسها اللي هي هتبقى المسافة اكس، اللي هي بعد خيط الشغول عن الايه؟ عن ها؟ عن السنتر. يبقى خلي بالكم المقياس الافقي ده بقيس منه حاجتين، من الناحية الثانية بقيس بعد الثقل اللي هو الدي، ومن الناحية بتاعتي بقيس الايه؟ الاكس. مظبوط؟ طيب تمام كده. طبعا احنا عملنا تجربة وممكن نغير التجربة ديت كل شوية، التقل طبعا ثابت، تقل الجسم ثابت، انما ممكن اغير المسافة ايه دي، كل ما اغير المسافة دي اغير العزم ايه بتاعي. خلونا بس نمشي على تجربة واحدة. واضح اهو يا باشمهندسين؟
واضح عندي الايه؟ واضح عندي الجسم هو مايل، الساري بقى مايل، الخط بتاع شغول، خيط شغول بقى رأسي، المسافة دي اللي عندي هي المسافة اكس، هي المسافة اكس معايا، المسافة دي اكس، وكمان عندي الساري بتاعي، الساري بتاعي الارتفاع بتاعه اتش، يبقى الساري ده ارتفاعه اتش، المسافة دي اكس. لو انا قسمت اكس على اتش، ما هنا عامل لي مثلث اهو، اكس على اتش يديني تان سيتا، اللي هي زاوية الميل ما بين الرأسي اللي هو يعني ده الخط برضو دوت موازي له، الرأسي والايه والساري. طبعا الساري مال وخد شغول رأسي، المسافة اللي بينهم سيتا، طبعا انت هتشوفها عملي. ويبقى انا جبت تان ايه سيتا، يبقى انا قست المسافة اكس، قست المسافة اتش، وجبت تان سيتا. ازاي بقى يا باشمهندسين من البيانات ديت هنجيب الايه البعد البيني بتاعي؟ البعد البيني بتاعي هو جي ام، جي ام البعد ما بين مركز الثقل والميتا سنتر. واضح يا باشمهندسين ان دبليو الكبير ده وزن الايه؟ وزن الجسم، ده وزن الجسم كله. دبليو الصغيرة وزن التقل فقط، الاتش ارتفاع الساري، ودول ثلاثة ثوابت، دول ثلاثة ثوابت يعني قبل ما ابتدي التجربة بقدر اقيسهم. ده وزن الجسم كله، ده وزن التقل فقط لا غير، ده ارتفاع الايه الساري. بعد كده اللي ببتدي اعمل عليه التجارب، التجربة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اللي هو الدي، الدي ابعد الثقل سنتي، ابعد الثقل 2 سنتي، ابعد الثقل 3 سنتي، يبقى انا بغير في دي سنتي 2 3 4 5 زي ما انت عايز. في كل مرة، في كل مرة هحط دي، هحط دي عندي، هيبتدي ايه؟ ها يبقى ده بعد الثقل عن المنتصف اللي هو الخمس مسافات بتوعي. في كل مرة هحط دي اقيس المسافة اكس اللي هو بعد خيط الشغول الرأسي عن المنتصف، ويبقى عندي كل قيمة الاكس اقسمها على اتش، اكس على اتش، اتش طبعا ثابتة، يبقى هجيب تان سيتا، تان سيتا اللي هي اكس على اتش. يبقى اخر حاجة احسبها الجي ام، الجي ام بتساوي ايه؟ بتساوي دبليو الصغير في دي اللي هو عزم الدوران، عزم الدوران اللي بيقلب الجسم، على دبليو الكبيرة في تان سيتا، المفروض تبقى مضروبة في جي ام، ده العزم اللي هو اللي بيتزن معاه، العزم اللي بيتزن معاه اللي هو دبليو برضو وزن في جي ام مسافة في تان سيتا ملهاش أبعاد. على فكرة جي ام دبليو تان سيتا ده عزم، ودبليو في دي ده عزم، والعزمين متساويين. انا عندي دبليو اللي هو وزن الثقل الصغير، دبليو الكبيرة وزن الجسم كله، تان سيتا اكس على اتش، كل القياسات موجودة عندي، اقدر اجيب جي ام. يبقى بالحالة دي قدرت اعين زي ما بيقولوا الايه الميتا سنتر عمليا. شكرا لكم يا باشمهندسين. اي اسئله، اي اضافات، انا معاكم. دكتور نعم، بالنسبه لامتحان الترم يعني ايه امتحان الميد تير؟ ها؟ الناس اللي كانت تعرضت على الدخول الاولاني، الناس اللي ايه؟ الناس اللي كان عندها عذر. احنا قلنا يا باش مهندسين بعد ما بنصحح خالص، بنصحح خالص، بنشوف الناس اللي عندها اعذار، صح يا باش مهندس؟ ما هو انت
برضو ما فيش اي مشكلة، احنا بس نتناقش مع بعض، احنا بنتناقش مع بعض. يا فندم مين قال لك الطلبة اللي هي اعتذرت عن الميد تير نتيجة اصابتها بكورونا ان هم شفيوا؟ يعني انا اعمل الامتحان دلوقتي ويرجع تاني يقول لي ده انا لسه ما كملتش المدة ولسه، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ احنا ما عداش على الامتحان يمكن 10 ايام يا دوب، صح؟ فيا جماعه فكروا. لا ده بالعكس، احنا ما نقدرش نعمله دلوقتي لان كل الناس ديت قالت ان انا عندي اصابه، وممكن كانت الاصابه عنده مثلا الاربع، كان عنده اشتباه الاربع، يتاكد يوم السبت يبقى يبتدي يعد من يوم السبت وقصه. فاحنا هنصحح، بعد ما هنصحح هنعلن النتيجه، بعد ما هنعلن النتيجه والدنيا تروق هنقول الناس دي كلها اللي ما امتحنتش تيجي تمتحن، اللي كان عنده اشتباه واللي كان عنده كورونا واللي ما كانش عنده وما امتحنش نمتحنه. خلاص يا عم؟ نعم. انا مش طب واحد بس. نعم ايوه لسه يا باشمهندس، على فكره لسه 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 في كوزات جايه يا عم. وقت ايه؟ وقت ايه؟ ما احنا قدامنا 3 اسابيع لسه. ما عشان يبقى في عملي وشفوي خلاص، العملي نخلصه الاسبوع ده والاسبوع الجاي وخلص. لكن بصوا معايا، لما هاجي لك انا في الاسبوع ال11 يوم الاربع هدي لك مساله لازم تحلها وتجيبها لي او ترفعها في خلال يومين ثلاثه، هيبقى عليها درجه برضو كانه كويز، ماشي؟ اللي هي مسألة الشبكات اللي اتكلمنا عنها. تمام؟ الشيتات شغال يا عم، ما حدش يقلق، اللي فاته كويز ما يقلقش، اي حاجة من الانشطة اللي احنا بنعملها ناخد درجتها ونحطها له ككويز. خلص بقى. يا جماعة لو سمحتم، واحد بس. ايوه مواعيد السكاشن، لحظه بس معايا، مواعيد السكاشن انا اتفقت مع مندوب الدفعه، خلاص. السكشن مثلا، احنا بنقول مثلا، يعني مش لازم السكشن ده اللي انا بقوله يبقى هو اللي عليه الكلام، انا بقول سين، يعني سين. يا حبيبي اسمعني بس، ممكن انت سكشن معترض ومعترضين، سيب الميعاد وخلي غيرك يدخل، مفيش مشكله. ما انا بقول لك اهو، احنا بنحط كده كترتيب، لو السكشن اتفق لا احنا مش عايزين الميعاد ده، شكرا بلاش الميعاد ده. في سكشن تاني ياخد الميعاد ده؟ مفيش سكشن تاخد الميعاد ده؟ مفيش، خلاص هتاخد العمل هتاخده خلاص. لا ما تحضرش مع سكشن تاني، تجمع سكشنك وتيجي في الوقت اللي انت تحبه، انما ما تحضرش مع سكشن تاني، ممنوع منعا باتا. فاحنا قلنا نعم. غياب ايه؟ غياب المحاضرات ما بناخدش غياب محاضرات. غياب العملي هيتاخد بتقديمك للكراسه بعد ما بتخلص الايه العملي ده، حضورك، فانت بتكتب اسمك على الكراسه، بتكتب البيانات اللي انت قريتها تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 وتي 5. نعم، تقسم الحجم على الزمن، تجيب التصرف، تجمع التصرفات تقسمها على المتوسط، تسيب الكراسه وتتوكل على الله، ده غيابك. يعني ايه اللي ما اشتراش؟ سيبك من اللي ما اشتراش، اكتب البيانات في ورقه وقدمها. في امكانيه. طيب ما انا بقول لك اهو، وعايز تاخدها ببلاش تعالى خدها ببلاش يا اخويا، مفيش مشكله عادي.
عادي عادي. نعم ليه؟ بتقول مفيش حاجة اسمها بعد بياني، مفيش بعد بياني، اسمه البعد البيني، ميتا سنتر. البعد البيني، البيني يعني بين حاجة وحاجة، اللي هو ما بين الام والجي، ما بين الميتا سنتر المركز البيني برضو ومركز الثقل اللي هو ام جي. اللي انا قلته اللي هو تعريف الميتا سنتر، تعريف المركز البيني، التعريف المركز البيني غير تعريف المسافة البينية. المسافة البينية هي المسافة ما بين مركز الثقل والمركز البيني، يبقى هي ام جي. الام نفسها المركز البيني، هي نقطة التقاء المحور الرأسي للجسم الطافي مع المحور بتاع الجسم الطافي بعد الدوران نتيجة التأثير عليه بعزم دوران، زي ما احنا قلنا النهاردة وشرحنا في العملي. وضحت يا باشمهندس ولا عيدها تاني؟ يا باشمهندس تمام تمام تمام. في حاجة تاني؟ ماشي ماشي ان شاء الله تعالى. بقدر الامكان السكاشن اللي عندها خرسانة زي ما اتفقنا كده 12 ونص، هما اللي هيجوا مثلا من 9 ل 10، من 10 ل 11 كفاية، او سكشنين كده معايا. ليه؟ يعني لو دخلوا من 11 ل 12 هيبقى يعني مشغول ومتصربع على لا يهدى كده شويه ويروح على الخرسانه. بعد كده من 9 ل 10، 10 ل 11، من 11 ل 12، من 12 ل 1، ومن 1 ل 2 ممكن بقى ناخد ثلاث سكاشن منين؟ من المجموعه الثانيه، لان المجموعه الثانيه بناخد منها ثلاثه. ليه؟ لانه ما ينفعش ناخدهم بعد المحاضره خالص، استحاله. وبعدين المجموعه الاولى بقى اللي خلصت 2 ونص ناخد منها سكشن واحد بس، يبقى من 2 ونص ل 3 ونص، ويبقى احنا بدانا 9 المجهود على الناس اللي هتشتغل في المعمل، وخلصنا 3 وايه ونص، وخلصنا 6 سكاش. ده الاثنين اللي هو بعد بكره، والاثنين اللي بعده زيه وخلاص. سكشن واحد سكشن ماشي، مفيش مشكله. احنا بنقول يا باشمهندس يعني مش من 12 ونص لا بص معايا يا باشمهندس، من 2 ونص، اسمعني، من 2 ونص، من 2 ونص ل 3 ونص، صح؟ انا قلت كده من 2 ونص ل 3 ونص السكشن ده اللي هو هياخد في الاخر هم 44 طالب. في مثلا 5 10 يقول لك يا عم انا مش هقعد، يا عم انا عايز امشي، يروح يدخل. في واحد يقول لك لا انا عايز بقى اريح واجيب لي كوبايه ميه واعمل لي شاي، خلينا انا في من الساعه 3 عادي، انتوا نظموا نفسكم. ولكن من المفضل ان نخش بالترتيب، الخمسه الاوائل والخمسه اللي بعديهم اي حاجه. تمام تمام يا باشمهندس. اي استفسارات تانية؟ ماشي ماشي. اهم حاجة اهم حاجة تهموا معانا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي قوي قوي، يعني ما تسيبوش الحاجات اللي احنا بنقولها يعدي عليها ايه وقت، بالذات المحاضرة برضو ان شاء الله تعالى بتاعت يوم الخميس الجاي، محاضرة الخميس. نعم تقول ايه؟ عايز البي دي اف، عايز البي دي اف بتاع العملي. طيب ما هي المحاضره متسجله، ده مش بي دي اف، هو باوربوينت. ابعته لك، ما هو موجود على الموقع. حاضر حاضر ابعته لك. حاضر حاضر. انا خلاص كده، انا هقفل انا كمان، يعني انا هخرج انا كمان. دكتور عندي سؤال. اتفضل اتفضل.
نعم نعم المعمل. انت عارف مدرج اتنين؟ مدرج اتنين في، عارف معمل المقاومة؟ معمل المقاومة قدام مدرج اتنين صح؟ اخر الطرقة دي في ايه؟ مقفولة كده صح؟ هو ده المعمل بتاعنا اللي قافل الطرق في الدور الارضي في مبنى الورش بعد مدرج اتنين. لو مشيت كده هتلاقي معمل المية، معمل هندسة الري والهيدروليكا زي ما تكون مكتوب عليه في الوش على طول. شكرا. العفو. في اي استفسارات تانية يا باشمهندسين؟ تمام يلا بالتوفيق ان شاء الله تعالى. يلا. السلام عليكم.